كل عام وكل مسيحي العالم بألف خير، كل عام وكل العراقيين بألف خير، كل عام وأنتم بحب وسلام. هكذا هي الرسالة الدائمة والأزلية لكل الرسل والمرسلين والأنبياء والصادقين والصالحين وكل من يحمل بداخله حمامة بيضاء وغصن من الزيتون للسلام لنشر المحبة، وهي الأقدس والأمثل لكل من كانوا هم أساسا للمحبة، أساسا للسلام، أساسا للتآخي، أساسا للتعايش السلمي الذي يلون ويجمل كل الأيام وكل اللحظات. كل عام وأنتم بألف خير. ينضم معنا الأب اليوم وللحديث أكثر عن هذه الأيام المباركات الأب مارتن هرمز داود. أهلا ومرحبا وكل عام وأنت بألف خير. وأنتم بألف خير. عيد ميلاد مجيد، كل عام وأنتم بخير. الله يحفظكم وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. سنة سعيدة للجميع إن شاء الله، ومن خلال قناتكم الكريمة نحيي كل العراقيين، نقول كل عام وانتم بخير، سنة مباركة، سنة عطاء ونجاح وازدهار إن شاء الله. نعم، كنا في نقل مباشر من كنيسة النجاة في الكرادة، واليوم احنا دائما نتواجد مع اخواننا المسيحيين، وحابين نعرف من خلالك احتفاء او الاحتفال بكريسمس او عيد ميلاد المجيد، كيفية التقارب مع الناس او يوم المحبة والشعوب، شلون تتقارب هذا الموضوع؟ بالتأكيد عيد الميلاد خصوصية حقيقة للمسيحيين، وله صدى واسع لدى كل شعوب العالم. الكل اليوم يحتفل ويحاول أن يشارك بهذه المناسبة السعيدة. لدى المسيحيين لها خصوصية، هي ميلاد يسوع المسيح الذي جاء لنا بالرجاء وجاء لنا برسالة المحبة، فبالتالي هي رسالة مهمة وهي أساس للون المسيحيين في العالم. لقد عرف المسيحيين وخصوصا في العراق بدورهم الكبير في نشر رسالة السلام والمحبة والتآخي وقبول الآخر، الكثير من المعاني التي نستلهمها من هذا اليوم المميز يعني، وبالتالي هو كذلك الدافع الذي يدفعنا دائما أن يكون لنا دور في هذه الحياة، وأن ننظر لأخينا الإنسان، وأن يكون هو قريبنا الذي أوصى به يسوع المسيح، أن نهتم أو نحب الله ونحب القريب. فهي رسالة لها معاني ولها زوايا كثيرة ممكن نظر إليها، ولها عطاء حقيقة روحي للإنسان. يعني ما زال خصوصا يعني أغلب العالم تقريبا باستثناء دول قليلة أنه ما تتخذ التاريخ الميلادي كتعداد للسنوات، ولكن بالعراقيين عندهم سنة الميلادية هي منطلقة من ميلاد السيد المسيح، وهذا متجذر بأعماقنا. دائما ما نشوف أكو رسالات سلام تنتقل بين حين وآخر من كل آبائنا ومن كل المتنفذين وأيضا الصالحين من الديانة المسيحية وأيضا أصحاب القرارات الأخرى، أنه نشوف إشاعة السلام اليوم بات شيء ضروري. شنو أهم الرسالات وأهم الأشياء اللي يرمزها هذا الاحتفال وهذا المولد لكل العالم بغض النظر عن الدين أو المذهب أو العقيدة أو العرق أصلا؟ يعني إذا نظرنا إلى من جانب لاهوتية، ميلاد المسيح هو ميلاد الرجاء. الإنسان الذي ضل طريقه، يعني الإنسان الذي تاه، الذي أثقل بالخطيئة، الذي كبل بقيود الظلام، اليوم يتحرر من هذه القيود وبالتالي يكون حر أن ينظر مجددا إلى الله وأن يعود مجددا إلى الله، لأن الله لهذا خلقنا. يعني كل الكتاب المقدس وكل الكتب المقدسة هي في نهاية الأمر في نهاية مطافها تتحدث كيف أن الإنسان الذي ضل طريقه يجد طريقه مرة أخرى إلى الله. وجودنا أو ارتقائنا إلى في طريقنا إلى الله يحمل دائما أفعال وأعمال، هذه الأفعال والأعمال لها دور إيجابي من أجل ازدهار الحياة، وهذه هي الغاية. الله خلقنا كي نحرس هذه الحياة وأن نكون نحن في قمتها ونعمل في هذه الحياة من أجل أن هذه الحياة تزدهر أكثر وأكثر، تكون للخير وتكون للعطاء الصالح، وهو الله. الله يخلق كل شيء صالح، وبالتالي الإنسان أيضا عليه أن يعمل كل شيء صالح. فبالتالي الرسالة الرئيسية والأساسية من هذا الأمر كيف أنه الإنسان الذي أزاح وجهه عن الله يعيد مرة أخرى أن ينظر إلى الله. الله يدعونا في هذا اليوم أن ننتبه إلى وجوده في حياتنا، وهذا أهمية الوجود أيضا بنفس الوقت. نعم، أهمية وجودنا، الرسالة اللي نحملها يعني بالتأكيد هو هذا النظر إلى وجود الله في حياتنا يعيدنا مرة ثانية أن ننتبه إلى معنى وجودنا في الحياة، وهكذا هي بها نوع من التواصل
الروحي والذي في نهاية الأمر يثمر بعطايا لهذه الحياة. نعم. أكيد قطعا. احنا متواصلين وياك في هذا اليوم الجميل والعزيز على قلوبنا، لكن حنعود مرة أخرى إلى كنيسة سيدة النجاة مع زميلنا أركان الجابري. صباح الخير أركان، وحابين نعرف اليوم من خلال تواجدك في كنيسة النجاة عن الأجواء والطقوس اللي موجودة في الكنيسة. نعم، صباح الخير صابرين، وكل عام وأنتم بألف ألف خير، والمشاهدين بألف ألف خير. مشاهدين كرام، مثل ما نوهت زميلتي صابرين، نحن الآن في كنيسة النجاة، واحدة من أهم الكنائس الموجودة في بغداد، وهي اليوم تحتفل بعيد المسيح، العيد المجيد، وهو يبدأ من اليوم 24 امتدادا، ليلة 24 وامتدادا اليوم الثاني هو صباح 25 من كانون الأول. اليوم نحن في هذه الكنيسة حيث نجد المصلين يحضرون إلى صلاة هذا اليوم لأداء الصلاة وكذا ذلك الحصول على البركات مثل ما هو متعارف عليه في العالم. مشاهدين الكرام، خلونا اليوم وياكم مع المصلين ناخذ تهانيهم بهذه المناسبة، ونبدي بنشوف المصلين هنا في هذه الكنيسة، ونبدأ بالسلام عليكم. كل عام وانتم بخير. وانت بخير عزيزي، حوضك. ممكن تنقل تهاني كذلك يعني التبريكات في هذا اليوم وأمنياتك في هذا اليوم؟ والله أمنياتنا أنه يعم السلام للجميع. نعم. للعراق بالذات. نعم. وللعالم عامة. نعم. ويكون وضع المسيحيين مستقر إن شاء الله. نعم. وعايشين كمحبة وأخوة ويا الجميع وجميع طوائف إن شاء الله. نعم. في هذه الطقوس الدينية المتعارف عليها لدى المسيحيين، يعني كيف تبدأ طقوسكم يعني من اليوم 24 والخامس والعشرين من كانون الأول؟ هي البارحة بدأت الطقوس مالتنا، كان عندنا الاحتفالية بالليل، واليوم اليوم الاحتفالي كان اليوم، وباكر ثاني يوم همينا، وحياة اعتيادية يعني. نعم، حكينا على الجلسات الاجتماعية بعد هذا اليوم، يعني القعداتكم، شجرة عيد الميلاد، انتظار بابا نويل. أكيد كل بيوت المسيحيين مخلية شجرة عيد الميلاد، والكل داي يعني دا ننتظر هاي الايام وفارغ صبر انه دا يجي علينا العيد حتى تتم كل العوائل، كل الاقارب يلتمون. يعني الطرفه هم عندكم عيديه؟ اكيد المسلمين؟ اكيد من البحر كل مسلم. كل عام وانتم بخير. انت بألف خير، تسلم، شكرا. يعني نهني جميع الشعب المسيحي بهذا العيد، ونتمنى لهم الخير والصحه والعافيه، ويا ربي السلام للجميع. احكي لي على العيديه وانت صغيره، اخذتي عيديه في هذا اليوم؟ اكيد اكيد، يعني هاي العيديه يعني احنا من صغار يعني للبحر تسلم العيديه والدته. يعني حتى البحر سلمتها. تسلم. نعم نعم. حبيبي جاي اليوم للصلاه؟ ايضا مشاهدينا ناخذ عدد من المهنيين. السلام عليكم. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. احكي لنا عن هذه الطقوس، عن هذه الصلاه. هذه الصلاة عيد الميلاد. نعم. اللي نبديها المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. عادة من زمن المسيح عليه السلام نهدي بالسلام. نعم. وإن شاء الله يا الله. نعم. إن شاء الله يا الله نقول نطالب بالسلام في بلد افتقد السلام، وإن شاء الله يا الله. نعم. والرحمة والشهداء لكل شهداء العراق. نعم. ولفاجعة الحمدانية. وعندي تكريم للسيد السوداني، أقول له والله إنك على خلق عظيم بهذه الرسالة تأديها للشعب العراقي، وكل عام وكل العراقيين بخير يا الله، وماكو كل تفرقة، شعب واحد إحنا والله. أحكينا عن طبيعة الكنائس هنا في بغداد، يعني أنتم دائما تجون كنيسة النجاة لو هنالك كنائس أخرى؟ لا، إحنا عندنا مثل كنيسة سيدة النجاة اللي إحنا السريان الكاثوليك، وأكو مار بهنام بالغدير مع السريان الكاثوليك، وعادة نروح عدة كنائس، مثل يكون إذا الطريق الزحام نفضل الأقرب مثل على الكرادة خارج، يعني ما يهم أي كنيسة، وكلها نفس الصلاة ونفس الطقوس. أي هاي.
شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، ايضا بعد هذه الصلاه اللي بدات الساعه 8 او 8 ونص، هنالك صلاه ثانيه تبدا بعد العشرة، العشرة ونصف تقريبا. هذه الصلاه هي تكون تكميليه لهذه الصلاه. ممكن زميلي عمار تجي وياي حتى ندخل داخل الكنيسه وايضا نشاهد اذا كان هنالك قد بدات الطقوس او بعد. نعم. هذا هو باب الكنيسة وكنيسة النجاة، مثل ما تشوفون هو التحضير هنا سيتم بعد قليل لإكمال الصلاة، هي صلاة المسيح. مشاهدين الكرام أترككم مع هذه اللقطات الجميلة من كنيسة النجاة. زملائي أترك لكم الصورة والصوت وشكرا. إذا تسمعني شكرا لك أركان، إحنا رح نرجع وياك مرة أخرى في سيدة النجاة، وأيضا اليوم رح نشوف كل الطقوس لكل الوافدين المتواجدين في الكنيسة، وأيضا من ضمن العادات هي شعل الشموع والطلب والأمنيات، وهذه عودة مع ضيفنا اليوم. يمكن هاي العادات هي الجميلة، مو بس المسيحيين يسووها، أيضا إحنا نروح نخلي شمعة ونطلب أمانينا. نعم أكيد أكيد. يعني حقيقة الـ أكو عيدية أيضا ذكروا. نعم. أكو عيدية أيضا ذكروا. عيدية؟ إيه قالوا اللايف معانا في المباشر، شنو معنى العيدية أو؟ لا عيدية هاي يعني أتصور كل عائلة عراقية اليوم من يجي العيد يحاول يفرح أطفاله أنه يعطيه العيدية. إحنا أيضا في هذا اليوم أو هذه الأيام مع رأس السنة نأمل أطفالنا دائما بقضية هدايا بابا نويل، أنه راح تحضر لهم هدية تكون عاقل تكون شاطر في دراستك، يعني نوع من التشجيع لأبنائنا. لكن حقيقة الديانات في العراق تتميز بهذه البساطة، يعني مثلا أنه اليوم أنا أحضر إلى كنيسة وأجلب معي شمعة، أكيد هذا النور هو حقيقة أنا أكون في قد تكون في أزمة أكون محتاج، هذه الشعلة البسيطة هذا النور البسيط هو أملنا بأن الله سينظر إلى حاجتي ويكون كالنور الذي يضيء كل الظلام اللي في داخلي، فهي تعطي دفعة حقيقة جميلة للإنسان، تعطي رجاء. الإنسان في حقيقة الأمر هو ضعيف، يعني شفنا أمام المرض أمام أكيد. الحروب نعم. أمام القتل كنا نتحدث، سيد نجاة هي شاهدة لمأساة قبل سنوات ما راح نتحدث عنها، لكن
فالإنسان ضعيف جدا، يحتاج هذا النور، هذا الأمل، هذا الرجاء، أن يعطيه الدافع أن يكون دائما متحرك وليس جامدا، يعني أن يكون دائما معطاء في هذه الحياة، أن يكون له دور، يقول أنا موجود، يعني أنا حياتي قصيرة في هذا العالم لكن أنا موجود، عندي كلمة، عندي موقف، عندي عطاء. هذه الأمور يعني تحتاجها كل البشرية حقيقة، أكيد. حتى نخلص من الحرب والدمار وننتقل إلى السلام والمحبة. أكيد إحنا يعني أثناء مشاهدة الصلوات والقداس بكنيسة سيدة النجاة كنا نتحدث عن أهم الأعياد للديانة المسيحية، وذكرنا أنه هن سبع أعياد. نعم، سبع أعياد أهمهن هي أعياد سبعة ربية تبتدئ من عيد الميلاد، ثم ننتقل إلى عيد القيامة الذي يكون قبله الصوم الكبير. بعد عيد القيامة هناك مجموعة من الأعياد التي هي عيد الصليب، عيد التجلي، عيد الصعود، يعني هي كلها مترافقة مع أحداث في الكتاب المقدس في الإنجيل، وهذه الأعياد هي دائما ترمز إلى دور الله لإشعار الإنسان بوجوده أكيد. في كل مرة. هاي كلها التفاصيل أبو راح نتحدث عنها، لكن روح فاصل وأنت متواجد أنا في الاستوديو. أهلا بكم مستمرين معكم، وما زال ضيفنا الأب مارتن هرمز المتحدث الرسمي باسم الأوقاف الديانات المسيحية والصابية والإيزيدية، ضيفا عزيزا في هذه الأيام المباركات بأعياد الميلاد المجيد. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى، وما زلنا مستمرين في الحديث عن هذه الأيام وأجمل الطقوس اللي تكون بها اليوم. أهم الرسالات اللي ممكن نقدمها لكل العالم، خصوصا أنه جاي نشوف للأسف أنه كثير من البلدان ونوعا ما الكثير من المحللين السياسيين يقولون أن العالم متجه إلى حرب عالمية ثالثة، وأكيد كل الديانات وكل الأنبياء هم ضد إراقة الدم وأيضا الاستهانة بأرواح الناس. اليوم شنو ممكن أهم رسالة يقدموها لنا آبائنا وأيضا رجالات الدين للسلام بالعالم؟ بالتأكيد هذا الموضوع يعني من الأهمية، بحيث أيضا قداسة البابا فرانسيس تحدث في رسالته عن ضرورة إيجاد سلام حقيقي في العالم. بالتأكيد هذا الصراع البشري، يعني البشر يتصارع مع البشر في كرة أرضية صغيرة، يعني لا تتحمل هكذا صراعات، خصوصا مع هذا التقدم التكنولوجي في قضية التسلح وغيره، ووصولا في نهاية الأمر إلى دمار وإراقة الدماء كما ذكرت، وفناء البشرية قد يكون لا سمح الله. فالكنيسة برئيسها الأعلى قداسة البابا وهكذا رؤساء الكنائس في العالم كله كانت كل رسائلهم اليوم تحمل هذه الطلب من دول العالم أن تنتبه إلى أين نحن نتجه. أيضا الكنيسة في العراق في بيان مشترك أعلنته عدد من رؤساء الطوائف تحدثوا عن ضرورة أن يكون هناك سلام، وقاموا بإعلان تضامن اليوم مع ضحايا حرب غزة وهذا العدوان الشرس، وأيضا هناك تضامن مع ضحايا حريق الحمدانية. نحن نحتفل بالميلاد لأن الميلاد هو أساس في حياتنا، لكن مع احتفالنا نحن نحمل أوجاعنا وآلامنا ونضعها أمام مذبح الرب، ولكن هي رسالة سلام بالآخر، حتى الاحتفال رسالة سلام يعني. بالتأكيد فكلمة الاحتفال ليست الفرح المادي، إنما نحن نتحدث عن فرح روحي هو ضروري أكيد. لكن في نفس الوقت نحمل آلامنا وأوجاعنا وأمنياتنا بهذا السلام الحقيقي. يعني إلى أين نتجه لا نعلم، يعني فالكنيسة وليس فقط الكنيسة، أنا أعرف أنه كل المنابر الدينية في العالم اليوم تدعو إلى التهدئة وإلى العودة إلى العقل ونبذة طائفية. أكيد بالتأكيد أكيد. ليس هنا نحن خرجنا من الطائفية، هذا الصراع هو أكبر من الطائفية. اليوم هو صراع حقيقة من أجل المصالح. هناك العديد من التحديات في العالم لا نخوض فيها، لكن هذه الزيادة السكانية، شحة الموارد، شحة المياه، الاحتباس الحراري، هناك العديد من المشاكل في العالم التي تحتاج إلى انتباهنا أكثر من أن نتصارع اليوم، وبالتالي نزيد من الأزمة ونزيد من المشكلة ولا نجد لها حل. فلغة السلام، لغة المنطق، لغة القبول، التفاهم، التواضع اللي هي في رسالة الميلاد، رسالة التواضع هي جدا مهمة اليوم كي نعبر هذه الأزمة بسلام ولا ندخل في صراعات جديدة
على العالم أن يتعلم من الحرب العالمية الأولى والثانية وماذا حدث وما كان من بعدها. لا شيء، فقط الدمار. علينا أن نعلم أن الحرب لا يعطي ثمارا، إنما ثماره ثمار سيئة ليست ثمار طيبة. نعم، احنا متواصلين بحضرتك في صباح الخير يا عراق، لكن راح نروح للموصل وراح نتحدث عن ايضا حوش البيعة اللي يضم 4 كنائس تكون هي قديمة في الموصل، مع زميلنا عماد الأمين. حوش البيعة هي ساحة كبيرة تضم 4 كنائس متفاوتة بالقدم، بالإضافة إلى مطرانية. منظمة اليونسكو تقوم بإعادة إعمار كنيسة الطاهرة ضمن مشروع إحياء روح الموصل، الكنيسة التي تعد معلما بارزا من المعالم التاريخية في مدينة الموصل. منطقة حوش البيعة التي صورتموها بالحقيقة هي من المناطق القديمة في مدينة الموصل، بل هي أقدم منطقة في مدينة الموصل، أو بصورة عامة احنا نسميها منطقة حوش الخان. بها كنائس قديمة، هناك كنيسة بعمر 1300 سنة في هذا الموقع. إن شاء الله اليوم نقوم بإعمار هذا المكان وإعادته إلى سابق عهده بعد أن دمر تقريبا بشكل كامل بسبب عمليات التحرير وبسبب عصابات داعش الإرهابية التي سيطرت على هذا المكان، وكان هو المكان الأساسي أو المقر للحسبة في إدارة في ذلك الوقت. اليوم نقوم بإعماره، والجميل أنه كل أهالي الموصل بالحقيقة يشتركون في إعمار هذا المكان. هناك في ذلك المكان بحدود ماذا نقول إن صح التعبير 100 شخص يعمل في هذا الموقع من أجل إعادة تعميره، وليس الكل من المسيحيين، لا بل هو هناك جزء بسيط، أعداد بسيطة من المسيح، والباقي هم من المسلمين. وهذا مشاهدين الأحباء، بعد ما شاهدنا هذا التقرير عن موصل الحدباء، نرجع مع ضيفنا اليوم. يمكن ذكرنا بالفاصل أنك أكو صار عمار بهذه الكنائس الأربعة القديمة، خلينا نتحدث شوي عن هذا الموضوع. نعم، حقيقة ما خلفه داعش من دمار كان كبير في مدينة الموصل. مدينة موصل من المدن القديمة وفيها العديد من الكنائس التي يعود تاريخها إلى حقب قديمة جدا في العراق. للأسف دمرت بشكل كبير. هناك إحدى الكنائس حولت إلى جراج، يعني تم تدميرها تماما من أساسها وتم تحويلها في ذاك الوقت إلى جراج. لكن كان هناك منحة إماراتية ومن خلال وزارة الثقافة وأيضا بتنفيذ من قبل اليونسكو لإعادة إعمار بعض المعالم الرئيسية في الموصل كمنارة الحدباء، وهكذا أيضا كنيسة الطاهرة، وهناك أيضا مدرسة أخرى قديمة. هذه المحاولة هي محاولة إعادة الكنيسة إلى شكلها التاريخي كما كان، يعني إعادة كل القطع وإعادة ترميم القطع الصغيرة وإعادة وتثبيتها بشكل يعيد الكنيسة إلى تاريخيتها كما هي. طبعا هذا الأمر له دلالة مهمة لإعادة تثبيت وجود المسيحي في المنطقة. حقيقة خسرنا العديد من أبناء المكون المسيحي من مدينة الموصل جراء هذه الهجمة الشنعاء من قبل داعش. مسألة تشجيعهم على العودة من أجل إعادة اللحمة الوطنية والتعايش السلمي يحتاج تعاون الجميع، يعني وفي عدة مجالات. فاليوم مع اليونسكو، مع وزارة الثقافة، مع الديوان، نعمل من أجل إعادة هذه الكنيسة التي تحمل حقيقة بعد معنوي وعاطفي لدى العديد من أبناء المسيحيين. نأمل أن تنجز بالفترة القادمة كما وعد السيد السوداني، أن تكون سنة 24 سنة إنجاز كل المشاريع المتلكية. طبعا هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تحملها أو تعمل عليها اليونسكو هي مشاريع تتطلب وقت طويل، لأنه مسألة إعادة الترميم مع المحافظة على المعلم الأثري هذا يتطلب الكثير من الوقت، يعني لكن العمل مستمر ونتمنى أن ينجز خلال سنة 2024 ويكون هناك افتتاح ليس فقط له للكنيسة، نحن أيضا ننظر إلى منارة الحدباء أن تعود. الموصل هي الحدباء، يعني معروفة وسميت بهذه التسمية. هي ستكون حقيقة علامة فخر لانتصار العراقيين على هذه الظلمة. واليوم مع الميلاد وانتصار صار في شهر 12 أكيد 10/12/2017 اللي حققنا الانتصار. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب دائما نشوف أنه
تعود كل معالمنا الدينية والأثرية وأيضا الثقافية اللي إلها فد عبق وإلها فد ارتباط روحي بكل العراقيين، خصوصا أبناء مدينة الموصل اللي عانوا ما عانوا بسبب هذه الهجمة الشرسة من داعش الإرهابي. ولكن الحمد لله مثل ما ذكرت جنابك الكريم بأنه العراقيين بدمائهم وأيضا وحدتهم انتصروا على هذه العصابة الإرهابية وعادت هاي الأشياء. اليوم يمكن أنه نشوف فعلا أنه بدأت المنظمات تلتفت لإعادة وترميم هذه الأشياء، فسعي من عندنا وأيضا فرح من عندنا أنه إن شاء الله يكون الافتتاح قريب ويكون العمل بدقة حتى تعود هذه المعالم لجمالياتها. بالتأكيد بالتأكيد احنا بحاجة حقيقة. لا. يعني الهوية الوطنية نتحدث عنها. لا. هي تتمثل بهذه الصور المادية اللي نبحث عنها. لا. وأيضا الصور المعنوية. اليوم تكاتف كل العراقيين هي معلم معنوي نتحدث به في كل العالم عندما نتحدث عن العراق والوطن. هكذا أيضا المعالم التاريخية، المعالم السياحية، كل ما ممكن أن يكون من العراق، من تراب العراق، من أرض الوطن، هو في الأخير مفخرة لكل العراقيين. وإن شاء الله إن شاء الله مع جهود كل الطيبين، مع جهود كل العراقيين، أن نحقق ونعبر ونعبر وأن نتجاوز كل الأزمات التي تعصف العراق بين حين وآخر. يعني. نعم. اليوم احنا حابين تواجدك ويانا ورح تكون ضيف عزيز على قلبنا، لكن حنروح إلى تقرير آخر شاهده.